حرت يا خويا حيرة وشبت نار دلالي من المنحار تناديني يا خيل تفتي لعيالي يا خويا اطفالك انطحنت وداست هالعدا بالخيل شي فرات من الدهشة وشي ظلت تحن بالويل وقطرة ماي ما عدنا وحريم مسلبة وعليل وحادينا يصيح نشيل دقل شلون هشة شلون امشي يا حادي العيس وعندي بالثرى جنازة من أصعب المواقف على زينب أصعب المواقف إيه والله زينب اللي ما فارقت الحسين في حياتها وإذا بها اليوم تمشي عنا تطلع وبأي حالة جسد بلا رأس جسد مقطع مغصوبة زينب طلعت ما طلعت من رضاها شلون امشي يا حاد العيس وعندي بالثرى جنازة جنازة كعبة الوفاد ما حد قام بجازة شلون امشي يا حاد العيس وعندي جنازة العباس مرمية على الرمضة مضروب العمد بالرأس ما يرضى حبيب حسين ولا يرضى البطل أرافجكم واخويا حسين ما حد قام بجهازه